طيب خلينا نتكلم شويه فرانكو عن الرمايه المصريه، واحنا لو هنتكلم نرجع بقى لاولمبياد طوكيو، لا كان في خروج مبكر للسلاح والرمايه، طب ده راجع لايه وتقيم لنا برضو الاسباب؟ تمام، هو طبعا اولمبياد ريو بصراحه منتخبنا المصري عمل مجهود كويس جدا، طبعا احنا كنا متاخرين وعندنا طموحات كبيره جدا، انما بصراحه المنتخب بتاعنا ما قصرش خالص، بالعكس هم عملوا انجازات كويسه جدا وفرق بنقط بسيطه جدا على الميداليه، ومن احسن سته يخشوا الفاينل، فرقت نقطه ونقطتين من كل اللعيبه تقريبا يعني، فبصراحه عملوا مجهود كويس وشرفونا يعني. طبعا الواحد بيعوز طبعا كل يعني بيعوز احسن حاجه، بس الحمد لله يعني هم ولسه في فرص جايه ان شاء الله الفتره دي. بتجهزوا نفسكم لايه بالمناسبه يعني؟ بتستعد لايه الفتره احنا الجاية؟ حاليا عندنا اللي جايه بطوله دوليه في العاب المروحيه. ايه الالعاب المروحيه دي؟ يعتبر خمس علب. ده نوع من انواع نوع من الرمايه بالظبط، وهتستضيف مصر بطوله عالم في ملاعب الجديده في العاصمه الاداريه. وان شاء الله مستنيين اكتر من 300 رامي يشاركوا في هذه البطوله، فدي من الحاجات اللي بنجهز لها حاليا. وده طبعا يعتبر لعبه بيشارك فيها كذا منظوم من اول الجونيورز لغايه الفيترنز، الناس اللي فوق السبعين سنه، حلو قوي. فبتبقى لعبه جميله جدا طبعا منهم السيدات كمان. حلو، احنا اصلا في النادي سيد بتاعي في عدد، بس عدد قليل من السيدات. في السيدات حضرتك هم تقريبا عندنا اربع او خمس سيدات حاليا بيضربوا باسم مصر. ده راجع لايه بقى؟ ليه اللعبه دي هي ما فيهاش اقبال؟ هي طبعا يعني. هي شويه يعني الرياضه شويه يعني الرجال هي شويه كرياضه. أوكي. بس هي حتى بالنسبه يعني للبنات برضو بتبقى بيتألقوا فيها لازم يعني، بس هي بس لازم يبتدوا من بدري الرياضه دي. هي طبعا كل ما واحد بيبتديها من بدري كل ما يلاقي نفسه ان هو يعرف يمارسها بيؤدي الى نتائج كويسه. وبتعتمد بس على النظر الثاقب القوي؟ هي فيها كذا حاجه. ايه العناصر بتاعتها الرياضه؟ هي فيها كذا حاجه، فيها طبعا النظر وفيها البريباريشن، ان انا بجهز ان انا بطلب الطبق، فمحتاجه شويه يعني ذهن صافي خالص. بالظبط كده. بعد كده طبعا الرياكشن، انه كل واحد يبقى عنده ريفلكس ورياكشن سريع ان هو يشوف ويودي اللي هو البندقيه يعني انتوا ما تبقوش عارفين الطبق طالع من فين بالظبط، مش كده؟ ولا الاتجاه بتاعه؟ لا يعني ديبيندز على اللعبه، يعني كل لعبه ليها سيستم، انما اللعبه الجديده اللي احنا عندنا حاليا اللي هنلعبها في مصر بطولة العام اللي جاية بيبقى خمس علب ومش عارفين اني واحدة هتفتح. أوكي. وبعد العلبة في 21 متر لازم الطبق يفصل جوه السور علشان يتحسب بوينت بالظبط.